Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in sayyidillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Inna Allaha wa Malaikatahu Yushalluna 'Alan Nabi Ya Ayyuhalladzina Amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي و
ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدعاً في البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هدية ممتلئاً من شر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرب الكريمة والجبال وعتمه الله تعالى رضوانا يحس عبرة الطالبة النبوية ويعم الصحابة والأنباء وموالا وتهدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغوائد في خطط الخطأ وهضاء فانظر من نشرة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا على المسامع بحلا واستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عظم اللهم قدره الكريم بعرف سديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على وجه تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه سدى حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسمة من الحرمين ومن القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل القيام صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.